بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات الكرام، أهلا بحضراتكم من قناة تركستان الشرقية، حلقة الأولى من برنامج صوت تركستان. تركستان جزء من العالم يعاني، ولا يليق بالبشرية أن تتجاهل آلام الإنسان في أي مكان. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. لا يمكن أن يتخيل إنسان أن يعيش في سعادة وساقه تنزف أو رأسه مشجوجة مكسورة، فكيف يعيش العالم وأجزاء منه تعاني من الجوع والحرمان أو الظلم أو السجون أو من التطهير العرقي أو من القتل على الهوية. لذلك وحتى نعالج أمراض نفوسنا وأمراض بلدنا، وحتى يعود لنا معنى الوحدة وتحقق فينا معنى الإنسانية، سنطلع على حضراتكم أسبوعيا في هذا من خلال هذه النافذة صوت تركستان، وحتى نعرف أين تركستان، لأننا لن نتعاطف مع قضية دون أن نعرف أبعادها. الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تنكر منها اختلف. لن تحب إنسانا دون أن تعرفه، ولن تتعاطف مع قضية دون أن تتعرف على أبعادها. لذلك سنبدأ مع حضراتكم هذه الحلقة بالتعارف على تركستان. البعض يخلط، كثير من الناس تخلط بين تركستان الشرقية وبين الصين، ولعل هذا بحكم خضوع تركستان الشرقية للاحتلال الصيني منذ العام 1949. لكن في حقيقة الأمر ليست تركستان هي الصين، وإنما هذا تداخل بين الدولتين أو الإقليمين بسبب الاحتلال. الصين كما نعلم جميعا هي أكثر دول العالم في عدد السكان، وموجودة في شرق آسيا، دولة متعددة القوميات، فيها حوالي 50 قومية أو أكثر. أكبر هذه القوميات هي قومية الهان، أما المسلمين فليس لهم حصر دقيق في الصين. بعض التقديرات تقول أن المسلمين في الصين يبلغون 100 مليون مسلم. ينتمي المسلمون إلى حوالي 10 قوميات. تعود صلة الصين بالإسلام والمسلمين إلى عصور الخلافة الراشدة، حيث توالت على الصين بعثات. هذه البعثات تزايدت مع اتساع رقعة الفتوحات الإسلامية في آسيا. من أبرز قادة المسلمين الذين وصلوا إلى تركستان قتيبة بن مسلم. بالطبع تقع تركستان على طريق التجارة أو طريق الحرير، وهو من أقدم طرق التجارة في العالم. بنسمع كثير عن كلمة شيانجيانج أو إقليم شيانجيانج. في الحقيقة هذه تسمية صينية لدولة تركستان تهدف لطمس كلمة تركستان بعد الاحتلال الصيني في عام 1949. شيانجيانج تعني باللغة الصينية الحدود الجديدة. غالبية سكان تركستان من قومية الأغيور والإيغور، بالإضافة إلى القرقيز والكازاخ والأوزبك. وفي ذلك يقول المستشرق الألماني كارل بروكلمان في كتابه المعروف تاريخ الشعوب الإسلامية: تركستان الشرقية هي دولة مسلمة احتلتها الصين تزيد مساحتها عن 1,600,000 كيلومتر مربع. يقدر عدد المسلمين في تركستان الشرقية ب 30 مليون أو أكثر، لكن التقديرات الصينية تتحدث عن 10 مليون مسلم فقط، وهذه وجهات نظر تمثل المحتل. 10 مليون مسلم بعد أن هجروا أو أسروا أو اعتقلوا، وطبيعي أن المحتل يقلل من عدد السكان ويتمنى لو تبخر أصحاب الأرض جميعا، لأن السياسة، سياسة الصين الاستعمارية تستهدف الهوية الإسلامية لمسلمي تركستان الشرقي. يقول أحمد رحمتي في كتابه التهجير الصيني في تركستان الشرقية أن المنطقة تتمتع بتوافر قدر هائل من الثروات الطبيعية، هي غنية بالمعادن والفحم الحجري والحديد والكروم والنحاس، كما أنها تختزن مخزون ضخم جدا من النفط، بالإضافة لبعض الذهب ومناجم الذهب واليورانيوم في أراضي. حدود تركستان
قديما كنا نسمع كلمة تركستان فقط، وهي كلمة من مقطعين ترك وستان. ترك استان تعني الأرض، وأرض الأتراك أو وطن الأتراك. لكن بعد أن بدأنا نسمع تركستان الشرقية فهذا معناه أن هناك غربية. في الحقيقة كانت كلها وطن واحد لعدة قبائل تركية، لكن السوفيت والصين اقتسموا هذه الأرض فيما بينهم. احتل السوفيت تركستان الغربية التي تحررت في التسعينات بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. تركستان الغربية تشمل جمهوريات خمسة إسلامية: كازاخستان، قرغيزستان، أوزبكستان، تركمانستان وطاجيكستان. طبعا هذه الأسماء نسبة إلى القوميات، يعني الطاجيك بلدهم طاجيكستان، الأوزبك أوزبكستان، وهكذا. أما تركستان الشرقية وقت التقسيم جاءت في نصيب الصين بعد انهيار الخلافة وتفكك أمة المسلمين. تركستان الشرقية هي موضوعنا هنا، وبصوت أهلها نتحدث ونرفع قضيتها ونعرف الناس بهذا الجرح الذي يعاني منه 40 مليون مسلم مضطهدين ومحتلين وممنوعين من كل الحقوق، حتى أبسط حقوق الإنسان ممنوعين منها بفعل الاحتلال العسكري الذي يستهدف وجودها. حدودها من الغرب جمهوريات، طبعا تركستان الغربية التي أشرنا إليها، طاجكستان وأوزبكستان، وجنوبا باكستان وكشمير والتبت، ومن الشرق الصين الشعبية، ومن الشمال الشرقي منغوليا الشعبية. هي بذلك تتمتع بموقع استراتيجي للتجارة، إذ يمر بها كما أشرنا طريق الحرير. علاقة تركستان الشرقية بالإسلام، يقول الدكتور راغب السرجاني إن طريق الدعوة الإسلامية في تركستان بدأ منذ عهد الخليفة الثاني الفاروق عمر بن الخطاب، ثم ذو النورين سيدنا عثمان، وفي عهد الدولة الأموية تم إرسال حوالي 16 بعثة دعوية إلى تركستان لتعريف الناس بالإسلام. بعد ذلك بدأت حملات الجيوش الإسلامية في التوجه إلى هذه المناطق بقيادة القائد قتيبة بن مسلم في عام 96 هجرية. خلال فتوحاته استطاع قتيبة بن مسلم أن يؤسس قاعدة جديدة للإسلام في منطقة تركستان التي بقيت خاضعة لنفوذ الممالك الإسلامية، حيث أسس الأتراك دول متعاقبة في هذه المنطقة. عرفت منطقة تركستان بأهميتها بين البلاد الإسلامية، حتى وصفها ياقوت الحموي في معجمه بأنها بلاد خصب، خصب يزيد عن الوصف ويتعاظم أن يكون في جميع بلاد الإسلام وغيرها مثله، إلى خصب يزيد عن الوصف إلى أن جاء الاحتلال. أحمد رحمتي يذكر في كتابه التهجير الصيني أن التوجه الصيني نحو تركستان الشرقية أو الطمع الصيني فيها بدأ منذ العام 1884. خضعت تركستان الشرقية للاحتلال الصيني عدة مرات حتى أحكمت قبضة الاحتلال عليها منذ العام 1949، وصار اسمها المتعارف عليه تشانغ يانغ، أي المستعمرة الجديدة. هكذا أريد أن ينسى العالم كله أرضا اسمها تركستان الشرقية. تاريخيا أول محاولة لاحتلال الصين لتركستان كانت عام 1959، ودامت 4 سنوات، ثم تحرر الشعب التركستاني في عام 1881. في هذا الوقت كانت، لو لاحظنا التواريخ، 1881 كانت مصر تتعرض للاحتلال الإنجليزي. هذا هو تآكل معنى الأمة الواحدة، لكن القومية جعلت المصري يركز في تاريخ وقضايا بلده، وهذا معنى الانكفاء والنظر تحت الأقدام. لو أن هناك تواصل، لو أن هناك مشاعر متبادلة، لو أن هناك تضامن، لكان الحال غير الحال. في العام 1881 كان الجيش الإنجليزي يزحف وعرابي يحاول أن يصده، وفي ذات العام 1881 كان إمبراطور الصين يبتلع تركستان الشرقية. فلعل استهدافنا من الشرق والغرب يؤكد أننا أمة مستهدفة، وأن نجاتها في اعتصامها بالوحدة بالاتحاد، الاعتصام بحبل الله وعدم التفرق.
ثار الشعب التركستاني وتحرر وأعلن قيام دولة باسم جمهورية تركستان الشرقية الإسلامية في مدينة كاشغر عام 1933 في خطوة لدفع الاحتلال. لكن الصين لم ترض أبدا بوجود دولة مسلمة مستقلة بجوار مستعمراتها، لا الصين ولا روسيا. روسيا التي دعمت الصين وقدمت للحليف الصيني الشيوعي أسلحة ودعم لوجستي، وبالفعل دولة تركستان الشرقية الإسلامية التي تؤسست 1933 لم تدم إلا قرابة 16 عام، وتم للصين احتلال تركستان بصورة تامة أو شبه كاملة في العام 1949. كان من صور الاحتلال طمس الهوية التي مارسها الاحتلال الصيني في تركستان الشرقية انتهاك حقوق الإنسان، حيث تم هدم المساجد ووقف بناء مساجد جديدة والمنع من أداء الشعائر الإسلامية كالصلاة والصوم والمظاهر الإسلامية أو السنن كأعفاء اللحية أو الحجاب والنقاب، ومنع ارتداء الأزياء ذات الطابع الإسلامي وطبع الكتب الإسلامية وفي مقدمتها القرآن الكريم. أيضا إجبار التلاميذ على التعلم باللغة الصينية وهجر اللغة الأوغيرية. مدينة كاشغر هي أهم مدن تركستان الشرقية، تزداد فيها الكثافة الأوغيرية، ويعتبر جامع عيدكا من أهم معالم هذه المدينة، ومسجد تاريخي بني في العام 1442 من حوالي 600 عام. منذ احتلالها في العام 1949 ويعاني مسلمو تركستان الشرقية من عمليات السلخ من الهوية والتي تجري على قدم وساق، إذ جرى منع اللغة الإيغورية من مدارس التعليم، حلت بدل منها كما قلنا اللغة الصينية، إلى جانب حملات منتظمة للاعتقال والسجن والفصل من الوظائف الحكومية في صفوف المسلمين. تشير التقديرات إلى أن شخص من كل أسرة يقبع، كل أسرة تركستانية لها شخص يقبع الآن في سجون الاحتلال الصيني. في حلقات قادمة إن شاء الله سنواصل مع حضراتكم التعرف على شعب تركستان الشرقية وتاريخ تركستان الشرقية وما يعانيه أهل تركستان الشرقية. عسى أن تتواصل الأمة، أقطار الأمة المسلمة وشعوبها وقوميتها، وأن تتلقى تركستان من أبناء أمة المسلمين الدعم اللائق والعلاج الشافي لما تعانيه من الحرمان. فكلنا سنسأل عما قدمنا لنصرة المظلومين ونصرة أهل الدين. نلتقي بحضراتكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، ونظرة جديدة على تركستان. في أمان الله.